مركزك برشاد القرآن الكريم كي حليم مساعدية يا حافظ وينت شاق علي توهر يا مناسبات بالاران ولغو أبال مريني يا أرده دي كالما هوريك غلي امتحانات كي كلدوناي مركز كاسي كو قبتاي حافظ وينت شاق علي توهر يا مقالة بورما مناسبتنا يا وحاك السوقيب غلي والدين تا أرده دا علموه مامول كي معلمين تا مركز كحليم مساعدية وحنا مناسبتا بربيلوغي هذا لدي اسكا كلدن بيه مامول كمركز كا والدين تي كسوغنا مناسبتا يا علمو وحينا دمان تود بارده دا كل دردارمين وحينا ما انتها كانوني من الوحويا إن أينو أبال مرين نسينو أرده دي كسو قدبت اتحامات كي لقاضي فسح كهر إن مركا إن شاء الله تعالى أرده دا سيوح سجران لبن مادو والقرآن الكريم وأه مجال كمدرسو بيهو أساسا تحي وحاكلو إيانا أرضي دي كالما قشيونا أبا المرين لغسين دونا سيرا النبي عليه الصلاة والسلام هو يغانا أين أرك دونا درجات كأي هستان وحاكرون كعود دارنا يا أرضي أغف ربضان وإن يرين با أرضي دا أن كالما هكالي إن ير قد يوم صار ساري مركا بشر بنا يوان وان أولي ويني أرضي الله افتوضو أبا المرين وين منايين أرضي فربضاً أن يرين عدد كودو أن إن شاء الله تعالى ما أنت هلكن أبا المرين لوذ قدوسين كرين أي أمرك يورقضاها لأيغي آذي آد سوين أن إتحاماتك وحوين أوكي عن صغي مركا إن شاء الله تعالى أنا هلكن ديرين بذينين إن مركز حليمة السعدية وحو كمبيدي هاي مراكز تحافظة شغالي إن إسكو ضيع كوالتي بدن أرض ضينا أرض كوالتي سو صاران مركز إن شاء الله تعالى ومركز لغوت لقوا علوم بفر بدن وكل الدون قرآن كبار لغوت لقوا تفسير كيس بار لغوت لقوا سيرة النبي على لغوت لقوا عليه الصلاة والسلام وحال لغوت لقوا الكاريه وسيرك حسن مسلم كي يدعوني كي أي أولاد وكد عيسان لهين أي لغوت لقوا تربية وكل لغوت لقوا وحال لغوت لقوا أوكلاتو والدين بدن ان دلال بدن يورا كو بخيان نحوذا صرفغا كتب كلا علوما marka markas ku isugu jira ee quraan iyo culumti kala dhameystiran markas isugu jira kalmadeedu waa hanbaliyo ee ardayda halkan isugu timid munaasabadan ay isugu yimaadeen waxaan leeyahay hanbaliyo ee dadaalka iyo cilmiga ay soo barteen allah ku anfaco كي نفتو ذا يوالد كو ذا يدد كو ذا يدد كو ذا ويكون فعا كو أنفع الله كدقو كو علم قسي وضع أو ملفي عن كجارة أو علم جي عمل كي بإله سقط در الله كدقو والد كو ذا أنفع يا معلمين تو ذا مرك حجة هم بريضة ومعلمين تا ويا وحويا مرة صوب بحي هذا درجته تمرها عدبا بيرتي مرها عدبا بيرتي دتك قرقرة بدن وحويان أقانتو أي كم وقتها وحويان ده تطبع كذا بيه تدل بكذا بيه وقت بقى على جو بحيي معلمين ترى محل لها إلى ميسان كحسنات خايني سارة تدل كأد بحسنة إلى هي إذا كم ضيع عيو أنت منك سو جد بو أولاده وحويان ونعمين كلها بحيو نعمين كجوا وين ويان قفكو إلى هاي أولاد سيئو إلى هاي وأكون نعمة يهرت مركا وحى وجهر رأي المها جا أتكون هنا جين كرتا وحويان إن ذو الدعيس إلى هاي أبري ويا أديكو مركزتا أما سكستا الأسباب تي وكون أكسن لها قصة ما يصو هديونا إلى هاي وقدرين توفيق يهانون أسباب تاسع حمد ترس إلى هاي أبري إلهي أكبر السجود إلهي أكبر الصلاة الليل كبينك مركة تكون أولاد هذا أدعى إلهي نكوها غاتيو إلهي بري حيسان وحيالا بسيطة درجة الحيالة حيسان طليا نوال حيسان وحيط بار حيسان وحيط بار مكير حيسان تشويش ليو وحيالي غفرنا معاك مسحي الوصال كوية كما فكير سجا وحابحي كما فكير سجا وحابحي كليو حلمني هذا هو حوار بين التخصص والبشرة الثانية. أنا وحضايا مع والديتا أعطينا والديتو ذا وحام
ومهضقيا إدكستا وقعنك قيستي أبالك إيوقا وشرا حفلة مالك واجب كله وذوية هاي مروى ربا إنا الإلمي معلمي تكريا إنك أحريني إنه رأينا تربيعينا قولي لكو تربيعينا أخلاق الأولاكسر هي دين تأينا بارو إنه وذو لهاجر إبرقي هوري لما معلم معلمك بسكولك أما مدرسة أولئك إيا معلمك قولي ومطبقة إنه صوريكتين أخيرا يريد مطبقة لكو الانتحامة حتى إني تأمى كسونا الله معلمين وحبيس لكن إنك معلم كالسوق والرأي ستبعيها مدى كالسوق والرأي إلمه كتاب القرآن كهو بطول بكو إبادان كا مالك أصول أما تيبي تاوان أما موبل تاوان هدونا أصبع بحق لغيرين موسونا عشر كي أصوع لي عشر كي صبع وقوق الله عاوة عن كيسان يوسونا مالك وحلقية إذا كل معلمين تا أنا مدرسة محفظة وبرت مدرسة محفظة وبرت لكن معلم صدحات بحجراء هذين مع والديتي وإن عنده المهر وياها أركي جوغان أي مكون ترون آدي آدبان غفر حسن هاي أدانو نهاي ندتكي عرورتو دور ديجينيين مدرسة دني إن مركة كوباد أي لهو مهان نغضو مركة لبادنا معلمين تاوناكسن مدرسة دا ما مشا سدا قروح دا بدن وقول دكتا عرورتا يدا او قرآن كاية دراسات الإسلامية بايس قرب سعودان وقفل بمستويسة اي كو قرب ودان نحن آدي آد وقوم هاد علينا يا معلمين تي يمام الكبا قابك اي رنهان تي او ودان وحبرشادا اي بربارين تا عرورتا قرآن كإلهي سبحانه وتعالى كلام كإلهي ويسفي عن أغرح بدن ونرهانتي أحياو بدن كقدوين مدرسة بدن إيو دراسات ككالا قرب سعودة وأرين آدي آد لوغو محان كوراية تهنية دي إيو أرضي دا إيو والدين تنوحا لها هاي أرضي ونكفة إيديستا دادالا الله إني بركيو والدين تنو حلاهاي كلي دا عرورة الدمر وما يتبضان دا بصعد إنا دي نكونا كود داشان سيدة عرورة لو بربارين لها إنا راقو دا جوكسن لها جيستو دا قار كمي دا عردي دا واح كبرتان مركز كايا وحاي سوبا ديگين علوم تاكل دوانا اي كبرتان مركز كاسي بسم الله الرحمن الرحيم يسألك قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تدي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لضى شواظ كظم ظلما أغلو الظلام ظفر انتظر ظما
أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. السيرة النبوية سيدنا محمد هو رسول الله ورسولك إلهي إلى الناس كافة ذكر الله صدري وآخر الأنبياء وأنبيائك ودا بيي وإمام الرسل وإمامك رسوشا جاء وحميم بدين الإسلام دينة إسلامك الذي دينت لا يقبل الله لا يقبلين يوم القيامة وعن تقامة دينا غيره دينتا دينك كلو نقبلين وهو من نسل سادات قريش ونسلك سادات قريش بكمل هي أشرف قبيلة في مكة قلضة أبو شرف بدل مكة ويتصيل حكام تستدعان السبو أبتركيسو إسماعيل نبي إسماعيل نبي إبراهيم عليهم السلام سلام كركو جهاتي. بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم على في نعيم نمعي كسريه على الأرائك سري كركود ينظرون كصفيرنا تعرف وحاتي قنا في وجوهي مشيات ونظرة النعيم نمعي كسريه يسخون والاقا ورابنا من رحيق شراب مختوم الله ختمه ختامه انت وقد مسلم مسك ومسك في ذلك آل كافلية معوطة المتنابسون كوة ترتمياش مساجو انت القرد من تصنيم وعيش تصنيم عين واحد عين تصنيم عين وائل تصنيم كشرب أي كعب بها يق المقربون كوا الدوي إن الذين كوي أجرموا قالوا كانوا وحيها من الذين كوي آمنوا علي النبي ربي يضحكون كوا قصقص له وإذا قرت مر أي مريم بهم يجا يتغامسون كوا يسقون تبيها وإذا قرت انقلبوا أي قدومان إلى أهل الملك أي قدومان انقلبوا أي قدومان فاكهين يجوا فاكهي سنية وإذا قرت رأوا مركان قالوا وحيونا إن هؤلاء كوى الضالون وكوى بعد يومي. كلمة الطالب الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمده بالفهم وحباه بالتكريم أولا نحييكم بتحية الإسلام على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم يتحدث عن حسن الخلق. حسن الخلق هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصيكم أيها المسلمون بأعظم الوصايا وهي كالآتيات تقوى الله وحسن الخلق أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتصف بحسن الخلق حيث قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. السماء والأرض الله خلق السماء والأرض من خلق الشمس والقمر الله خلق الشمس والقمر ما دينك ديني الإسلام من هو المعبود حقا وحده الله هو المعبود حقا وحده لماذا خلقنا الله تعالى خلقنا الله لنعبده ولا نشرك به شيئا وما الدليل على ذلك قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما
نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم 11. وما هي؟ خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، زينب بنت خزيمة، هند بنت أبي أمية، زينب بنت جحش، جويرية بنت الحارث، رملة بنت أبي سفيان، صفية بنت حيي، ميمونة بنت الحارث. كم عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم 7. وما هي؟ القاسم وعبد الله وزينب وإبراهيم وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبضية. قبدي مناسبة دايا وحا بالمرنة كلدوان لقدون سيي أرديدي كالما هوركا قشي امتحاناتك كلدوانا مركز كاسي.